معايا الفنان والمطرب الهايل الحقيقة وائل الفاشني. أهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم، الله يخلي حضرتك يا يعني فندم. أنا لاحظت امبارح لقط كده إنه امبارح في حالة كده من البهجة قُبلت بيها، سواء من الموجودين من المسؤولين الكبار على رأسهم الرئيس، حتى الناس بره وهم بيشاهدوا عبر الشاشات، حالة بهجة كده أول ما ظهرت. إحساسك أول ما طلعت على المسرح كان إيه؟ والله انا طبعا وانا داخل على المسرح كانت ركبي بتخبط في بعضها. انا قلت الكلام ده خايف جدا طبعا، يعني خايف لان الموقف كبير جدا وصعب، مع ان الاقصر بلدنا غنيناها كتير، بس طبعا معموله بتوزيع جديد، هارموني كاتبه المايسترو الكبير نادر العباسي واحمد موجي وعاملين طبعا يعني حاجه مختلفه يعني. لكن هي الاقصر بلدنا يعني، انا صحيح. بغني يعني. لكن كان أصعب حاجة حصلت معايا في تاريخ الفني كله حفلة امبارح، لحد ما وقفت قدام في النقطة بتاعتي اللي أنا المفروض بقف فيها وبنتمرن على الكلام ده وكله بقالنا فترة طويلة جدا. في الفترة دي أنا برتعش يعني، أنا بقيت خايف وأنا بغني، لساني يبقى مهزوز يعني، برتعش كلي برتعش. بس الحمد لله رب العالمين، بمجرد ما وقفت كده وكان سيادة الرئيس وحرمه كانوا بيضحكوا انبسطوا او ابتسموا من اللي حصل، حسيت ان حصل لي كده يعني، حسيت ان انا فزت اهلي وناسي وطمنت يعني، حصل لي اطمئنان غريب يعني. يعني حصل لي اطمئنان يعني، انا صراحة كده وبقول دايما احساسي الحقيقي اللي جوايا، انا بجد حصل لي اطمئنان غريب جدا جدا اول ما شفت سيادة الرئيس. قعدت بقى اغني بقى، وبقيت اغني براحتي جدا، اللي هو مش عايز ازهق اغني كمان مش يعني، عايز كمان مش عايز الاغنيه تخلص. مش عايز الاغنيه تخلص يعني، من كتر الانبساط والفرحه اللي الواحد فيها. الحمد لله الحمد الحمد لله. لله. طب انت ظروف الاختيار من الاول، يعني انتوا اتدربتوا فتره طويله، يعني هذا الاتقان الحقيقه وراه فكره وتدريب مكثف. الاختيار، ظروف الاختيارك لاداء هذه الاغنيه تحديدا كان ايه؟ والله هو اللي اختارني للعمل المايسترو نادر عباسي، هو اللي اختارني للعمل. هو بيحب صوتي جدا جدا، وهو من وجهه نظره انه شايف ان مفيش حد هيبقى لايق في ده غيري، هو ربنا سبحانه وتعالى اولا واخيرا يعني. صحيح، ده توفيق ربنا طبعا، يعني ان هو يفكر فيك ويختارك فده توفيق من ربنا طبعا. اللي حصل في الدنيا تحت انه هو اختارني، ورحت وسجلته ورحت يعني كان في ورشه عمل كبيره جدا، وبعد كده سافرنا الاقصر. حتى بقول لك وقفتي دي والمكان اللي انا واقف فيه كان مدروس بالحرف يعني بالسنتي، يعني بالسنتي بجد بالسنتي. وائل هيقف هنا يبقى يقف هنا، مش هيتحرك سنتي يعني. شوف التركيز كان عامل ازاي يعني. فكل الناس تعبت في العمل، انت مش متخيل حضرتك المجهود الشاق اللي الناس كانت فيه طب يعني. طمني طمني عليك، انا عرفت ان انت بعد الحفله يعني اصبت اصابه كده يعني، فطمني عليك. تعرفت حضرتك طمني، انت عارف وانت يعني، هو الحمد لله اني جت على قد كده، لان انت ايه ما شاء الله التركيز كان معاك هايل، الحمد لله. فالحمد لله، فطمني عليك يا حبيبي. والله الحمد لله، انا وقعت وقعه كده على رجلي اللي فيها العمليه والحادثه يعني. فطبعا وانا في الوقت ده كنت بكلم الاستاذ شريف عامر، اللي هو بتكلم وفي طبعا وجع يعني في رجلي فظيع، بس بعد ما خلصت مباشره ده اللي حصل لي يعني، صباعي شبه اتجزع ورجلي كده يعني ورمت وزرقت وبتاع، بس الحمد لله يعني ما حصلش مضاعفات في الحمد العمليه. لله الحمد لله، ودايما موفق الفنان والمطرب وائل الفاشني، مشاركة متميزة في الاحتفال الأسطوري أمس.